اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده اكله امي البصاره، وانا لو عملت المستحيل وعملت كل الخبره الطهويه مش هنوصل لطعم البصاره من ايد امهاتنا. ده الطبيعي وده لازم ان احنا ما ننكروش. البصاره من الاكلات اللي هي نقدر نقولها سافر البلد عشان اكلها من ايد امي. نروح بقى نتجوز، نروح الصين، نروح اليابان، هي البصاره من الاكلات اللي كل ام مصريه شاطره في عملها. النهارده البصاره الشيف المغازي من الطبيعي ان هو دايما بيحب يجود في الاكله ويبهرك فيها، فانا هضيف لها البسطرمه بعد اذن حضراتكم. يعني البسطرمه من الحاجات المحرمشه الحلوه، ولكن بالخبره الطهويه امتى نحط البسطرمه على البصاره؟ بعد ما تاخد الخضره بتاعتها والتركيه المصريه اللطيفه الجميله. معانا النهارده الاطفال هيعترضوا على الاكل، يقول لك بصاره مين يا عم، فول مين، انا مش عايز الكلام ده. واحنا عندنا اطفال دايما بيعترضوا على السفره، فهنعمل لهم الحاجات اللي بيحبوها. هنعمل كانينولي النهارده باللحمه المفرومه، هنشوف حشوه الكانينولي بالعجينه بتاعته تعملها في البيت بطاسات كتيره، وعندنا لحمه مفرومه، عندنا جبنه موزاريلا، جبنه شيدر حسب الرغبه. ولكن النهارده كمان هنعمل حاجه لطيفه جميله جدا، طبق مكبلات على السفره، البتنجان بالطشه. البصاره من الاكلات لها توابعها، طبق مخلل حلو، طبق طماطم متبله، ولكن البتنجان مع الشيف المغازي سمع حسن الاسود الجميل الحلو ده ابو قلب ابيض هنعمله النهارده بالخلطه او بالطشه، اكيد هيعجب حضراتكم. تعالوا نشوفوا مع بعض نعمل شويه كانينولي ازاي لاطفالنا واولادنا اللي هيعترضوا على البصاره. معانا انا ضد الاعتراض، يعني هو هيعترض احنا نفهمه بالراحه ونعمل له برضه اللي هو حبه، شويه مكرونه نجرسكو، شويه مكرونه بشاميل، شويه مكرونه مع صوص بولينيز، اي طبق باستا كده هنرضيهم وزي الفل وكل حاجه. ولكن على السفره لازم نورث لاولادنا واحفادنا ان اكله البصاره دي احنا اللي اتربينا عليها، هي اللي عملت الرجاله، بصاره، ملوخيه بالارانب، الكشري، الحاجات اللي هي لها قديم الزمان والحاجات اللي احنا اتربينا عليها. تعالوا مع بعض نعمل الكانينولي، نشوف هنعمله مع بعض ازاي باللحمه المفرومه. ممكن نعمله بفراخ، ممكن نعمله باللحمه، ممكن نعمله بالسمك حسب الرغبه. عينيا ادي اللحمه اهي زي الفل متعصجه وجاهزه، عدينا المرحله دي. طبعا معانا لحمه على الشاشه، ومعانا بصل، ومعانا ثوم، ومعانا عجينه الكانينولي الحلوه هنعملها برده مع حضراتكم، وجبنه موزاريلا وجبنه شيدر وزبده. هي دي المقادير البسيطة السهلة لعمل الكانينولي. الحشوة أو التوبنج حسب الرغبة، ممكن نحشيها فراخ زي ما قلت لحضراتكم، أو نحشيها سمك زي ما احنا حابين، أو خضار حسب الرغبة. حلو الكلام. أو ممكن نحشيها شاورما، عندك شاورما بايتة في التلاجة أهلا وسهلا، مش هتقول حاجة. لحمة المفرومة اهي، بنزود حتة سمنة بلدي كده، نغذيها سمنة بلدي، مش هتقول لأ، كتير يلا كتير اللي عامله الناس اللي عامله دايت. حلو والله. ممكن حاجه لطيفه قوي معايا، عود روزماري، شفت بقى ده كده، لحمه مفرومه طلعتها من الثلاجه، هندي بها كده. كنت عامله فطيره، كنت عامله جلاش باللحمه المفرومه، وهكذا. عندي معلقه فلفل حلوه باخدها بحطها. حلو، شوية بقدونس حلوين بحطهم، شفت الحلاوة دي كده؟ اه. ونقلب كده، عينيا العب، هو ده، اه زي الفل. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ أهم حاجة إن اللحمة هنا وهي بتستوي على النار لما نحط لها حتة زبدة أو حتة سمنة بلدي بتديها رونق وبتديها لمعة لطيفة وحلوة، خاصة بعد ما تستوي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. اه الرايح جاي ده حتة سمنة بلدي، اه أو حتة زبدة. بس أنا هي فرصة الأولاد بيحبوه، فطبعًا إحنا نغذيها شوية، لأن ده هيعود على الكم اللي الأولاد هياكلوه فهيستفيدوا من القيمة الغذائية بتاعتها. هنجيب الكسرولة بتاعتنا الجميلة الحلوة، ومعانا عجينة الكانينولي جاهزة. اللهم صل على النبي. حلو. كانينولي يعني كوبايتين من الدقيق، بياخدوا 2 بيضة، كل كوباية بتاخد بيضة، مع 1 كوب من الحليب، بيتقلبوا على بعض، وبنعمل 50 60 30 40 واحدة بالشكل ده كده. ده الكانينولي بتاعنا في طاسة متعددة الحجم، يعني طاسة كبيرة طاسة صغيرة على حسب الكمية اللي انت عايزاه.
بالشكل ده كده زي الرقاق. طب يا شيف مغازي مفيش ده، ما عنديش وقت اعمل ده، وانا اعمل بصاره واقف في المطبخ اعمل كانينولي، هريحك من الليله دي كلها وتجيبي العيش الشامي، العيش الابيض الحلو الجميل الحلو ده كده، بتفتحيه طبقتين وتستخدميه نفس استخدام الكانينولي. ريحتك انا كده؟ حلو، مبسوط انا عارف. ها تعالوا نعمل الصلصه بتاعت الكانينولي. حلو قوي، تعالوا نخش على الكانينولي سريعا كده علشان وقتنا بيجري، والوقت لما بنعد وبنشتغل في كل الاماكن في كل حته بنشتغل الوقت يعدي بسرعه، واللي مش بيشتغل بتلاقي الوقت بيعدي حكايه، يقول لك اليوم طويل كده يا عم اشتغل بس وانت مش هتحس بيه الله يرضى عليك. حلو الكلام. طاسه على النار، الطاسه دي بنحط فيها شويه زيت صغيرين، بعمل شويه صلصه كده على السريع للكانينولي بتاعي. الصلصه دي عباره عن ثوم وزعتر، ثوم وزعتر وفلفله حلوه ومعجون طماطم وشويه صوص طماطم ومعلقه سكر للامانه علشان الحموضه بتاعه الطماطم. اللهم صل على النبي، ده صوص طماطم اهوت. اللهم صل على النبي، حلو قوي. معلقه سكر، طالما استخدمنا طماطم ومعجون طماطم ليه يا عم الشيف؟ عشان الحموضه. ونقلب كل ده مع بعضه. ممكن تعملي الكانونيلي بالوايت صوص على فكره، وايت صوص يعني بشاميل خفيف، ياخد جبنه او ما ياخدش حسب الرغبه. سريعا كده، انا بحب التومه والزعتر مع صوص الطماطم من غير بصله، بيبقى خفيف ولطيف وحلو كده، خاصه لما يتسبك على النار. حلو. ممكن نحط له شويه بقدونس، نحط شويه بقدونس ونقلب كده ونقعد نحشي الكانينولي مع بعض بقى. ممكن نحط خضار، ما نحطش خضار، حسب الرغبه. بسم الله الرحمن الرحيم، نخلي ده كده هنا ونوسع ده كده. بسم الله، ادي واحده كده. بص على الحلاوه، بص على الجمال، اللحمه المفرومه ريحتها حلوه. ونعمل سندوتشات من الكانينولي، ممكن على فكرة نحط شوية جبنة جواها. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، نقفلها كده. كمان واحد يا عم الشيف، ورينا بتقفلها ازاي عشان الحشوة ما تطلعش من جواها. لحمة مفرومة، ممكن تكون فراخ تاني، ممكن بدل الفراخ دي يتحط جمبري، انت وجيبك اللي حابب. جبنة موزاريلا ونلفها كده. ناخد صوص الطماطم ده زي الفل، صوص الطماطم ده يتحط هنا كده. الله، هو ده الجمال، شفت الحلاوه دي؟ اهو ده اهو. طبعا تعملي بقى 30 40 واحده حسب الرغبه، تملك كسرولة تعملي 3 4 على قد الولاد مفيش مشكله، تخلي في عجينه عندك تعمليها تاني يوم بحشوه تانيه مفيش مشكله. سيبوني اعمل بقى كميه حلوه، لان ابني عازم صحابه النهارده وانا عامله بصاره لجوزي، فالولاد هيعترضوا على البصاره، فمحتاجه ان انا اعمل لي 30 40 حبه كانينولي باللحمه. هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لصينيه كانينولي نعمل منها حفله لاولادنا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. اكيد للتركايه الحلوه انا مش ببخل بيها على كل مشاهدينا. صوص الطماطم، كان النولي عملته، رصيته، اعملي 20 30، بتحط شويه صوص الطماطم دول على الوش، حاجه كده تحت الجبنه الموزاريلا. ممكن تعملي حاجه احسن مني انا كمان على فكره، انا حطيت صوص طماطم وحطيت الكانينولي جواه لحمه مفرومه جواه ابن موزاريلا. ممكن تحطي زيتون، تحطي فلفل ملون، زي ما انت عايز. ممكن تحطي نوعين من الصوص بقى، تحطي الوايت صوص على الوش مع الجبنه، تحطي شويه موزاريلا كده. الف هنا وشفا. نعم، لو حياتك انت هتسيب ده وتاكل البصاره؟ لا انا شخصيا لو قدامي ده ولا ده، طيب البصاره عيش طري كده مع طبق البتنجان اللي هعمله دلوقتي، وصلي على الحبيب قلبك يطيب.
بص على الحلاوه، ندخل دي الفرن. اه كان نقول في قلب الفرن قافل. يلا ايه الحلاوه دي؟ والصوره من داخل الفرن تعني مليون كلمه بتفاصيلها الصغيره، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. تعالوا نطلع الكانولولي بتاعنا من النار. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ المعلومات اللي انا بقولها جوه الاكله وجوه تفاصيل الاكله اهم من الاكل. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ اه للي يعترض على البصاره، مع ان هزعل من اللي هيعترض على البصاره. خلي بالك، حب مطبخك مفاتيح السعادة الزوجية والعائلية جوه جيبك، مش هتدوري عليها، هو المطبخ. يلا مع بعض، بصارة بطعم جديد فيها خبرة طهوية، أكلة موثقة ومدرجة ضمن موسوعة الأغذية الشعبية المصرية اللطيفة الجميلة. في أي مكان في العالم هي مصرية بالفول المدشوش بتاعها. أنا عملتها وغيرت منها شوية بالبسطرمة، عملنا كانينولي باللحمة والجبنة لأطفالنا، عملنا طبق بجد بجد بيتكلم مصري لأنه معمول بخفة دم مصرية. رؤية فن إبداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.